السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم بأمتع جيم على الإطلاق، جيم التخطيط وجيم الاستراتيجيات التي لا تخطر على البال. 1v1 خريطة بدون مصاري، معكم أخوكم علاء رضا باللون الأخضر، واللاعب الآخر يلي ما رح أذكر اسمه عشان ما يصير الفيديو تنمر، وعشان ما يصير الفيديو في سخرية من أي لاعب، إن كان من قبلي وإن كان من قبل اللاعب الآخر. اللاعب الآخر الجيش الصيني باللون الأصفر، والخريطة يلي بدون مصاري. هاي الخريطة لاحظ بيجي فيها فقط حقلين نفط لكل لاعب، وفي ممر من المنتصف، هذا الممر لا يمكن إنك تمرق منه. خلونا نشوف جي ال اي ضد الجيش الصيني، واحد وور فاكتوري، واحد باركس، وواحد سبلاي. السبلاي بتبنيها فقط كرمال طالع الوور فاكتوري فقط لا غير، ما في مصاري. خلونا نشوف من الطرف الاخر اللاعب الاصفر بعت الماينر تبعتها طبعا عشان تدعس الوركر. طريقة اللعب بهيك خرائط للاشخاص اللي ما بتعرف، يمكن يعني يمكن بعض الاشخاص بيعرفوا هاي الخرائط وبيلعبوا كتير خرائط الون في ون بدون مصاري، ولكن للأشخاص اللي ما بتعرف، لاحظ دعس لي الجنود ودعس لي الوركرز، استفادة عظيمة من الماينر. خلونا نشوف من الطرف الآخر، هدول بتقدر تاخدهم الستينجر اللي هم تقدر تسيطر عليهم وتكشف وتأمن دفاعات أرضك. خلونا نشوف، لحد الآن أنا خسران. اللاعب باللون الأصفر هجم علي بواحد ماينر وخلاص مش الحال، ولكن اذا كان ضدك جي ال اي يعني يفضل انك تسحب الماينر، لاني لاحظ اخذت سكراب من الارض، وهذا شيء خطير جدا. حرفيا جندي واحد ممكن انه يغير مسار اللعبه، جندي بدون مبالغه، جندي واحد بامكانه انه يغير مسار اللعبه. لاحظ اللاعب الاصفر سيطر على الاويل، انا هلا ما اخذت الاويل. خلينا نشوف تيرورست وتكنيكال وأنفاق بمخرج الأرض. خلونا نشوف، طبعا هون في شينوكس وايتن، هاي الايتن ما فيك توصل له، ما فيك تاخدها، هدول بس للمنظر، يعني ما حدا يفكر انه فينا نستعمل الايتن سترايك هون، لا لا ابدا، هدول منظر. خلونا نشوف هلأ لحتى عم باخد حقول النفط والتيرورست. لاحظ التيرورست بجهزهم لفوت بقلب التكنيكال مع شوية كوات. خلونا نشوف اللاعب بالطرف الآخر، من الطرف الآخر عم بيحاول يسيطر على ستينجر اللي فوق وجاتلينجز، جيد جدا. صار عندي 5 تيرورست وواحدة تيتي تكنيكال. خلونا نشوف 5 تيرورست وواحد تكنيكال. خلونا نشوف على أرض الجنرال الأصفر، طبعا بدك تدرس الخطوات جدا قبل ما تهجم. لاحظ هو عنده جاتلينجز وعنده بنكر، فالوضع عندي صعب. لاحظ راحت الباتل ماستر، واول تكنيكال احبطت تماما. طبعا انا هون الخسران، خسرت تكنيكال وخسرت 5 تيرورست بالمقابل واحده باتل ماستر، فيعني الهجمه كانت سيئه والهجمه كانت ضعيفه. خلونا نشوف في كواد. خلونا نشوف اللعبه تكتيك وتخطيط هون، يعني لاحظ سيطرت على الستينجر منعا لأي هجوم بالطيران، مثل ما اكشف بيقدر هو يفوت عليه بالهيليكس، بيقدر يفوت بالميكس، بيقدر يفوت بطرق كتيرة. اما بالنسبة لجيش الجي ال اي فايضا صعب الالتفاف، لانه ما في طيران ومجبور تهجم بالبر. خلونا نشوف ارض الجنرال الاصفر يلي اخذ 2 اويل وعنده دراجون تانك و2 جاتلينج وبنكر معباية وريد جارد متقدم. خلونا نشوف في تكنيكال هون، في تكنيكال على ما اذكر بحاول اني لفف التكنيكال، لحتى طالع من هون، ولكن ما معي خبر اني بتطلع، ما بتمشي من هون التكنيكال، ما بتمشي من هون. لاحظ بحاول اني جرب ولكن التكنيكال ما بتمشي من هون، برجع بلف فيها. عم ببني البلس، جيد جدا. طبعا اللعبة بهالخريطة اجباري تكون كمبرة، اللعبة بهالخريطة اجباري تكون لعبة ارنبة. لاحظ ريد جارد هذا عبيك، شوفي في ارضي. خلونا نشوف الجنرال الاصفر النيو كانن، جيد جدا، بده يستعمل استراتيجية الضرب والجلد من بعيد. راح الريد جارد
حذاري حذاري التكنيكال مرة أخرى حذاري. لوين 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 التكنيكال فيه انتحاريين وراحوا على الفاضي مرة أخرى. تاني هجوم تاني هجوم فاشل مني، يعني ما عندي شيء اعتمد عليه غير التكنيكال. اللعبة نور ولز على فكرة، فيك تعمل اللي بدك إياه وفيك تبني اللي بدك إياه. اللعبة ما فيها قواعد ما فيها قوانين نهائيا، فيك تبني نووي إذا بدك، فيك تستعمل الأرورا إذا كنت جيش اليو اس اي. فالنور ولز لاحظ النيوب كانن أفضل خيار من اللاعب الأصفر، الخيار الأسطوري صراحة. لاحظ الديمو بايك علاج النيوب كانن، علاج النيوب كانن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، علاج النيوب كانن. الديمو بايك ما عندي حل تاني، وإلا أرضي بالكامل راح تروح. شلت النيوب كانن جيد جدا، تخطيط لا بأس فيه قبل ما يدمر النفق، قبل ما يروح النفق عم ببني البلس، عم ببني البلس. خلونا نشوف شو بده يعمل اللاعب الأصفر يلي صار عنده 1 2 3 4 5 هاكرز. 5 هاكرز بهاي الخريطة صدقني أكتر من كافي، أكتر من كافي بهالخريطة وبهيك وقت. الخمسة هاكرز أكتر من كافيين. بالمقابل أنا ما عندي شيء، ما عندي لا بلاك ماركت لا في سبلاي باللعبة، ما في شيء غير أعتمد كليا على حقول النفط يلي هون فقط لغير. إذا بدمر لي حقول النفط خلاص جي جي أنا برا اللعبة. واحدة أوت بوست واثنين جاتلينج، واحدة إي سي أم، واحدة باتل ماستر، واحدة دراجن تانك. خلونا نشوف شو راح أعمل، شو بيطلع بإيدي أعمل. صراحة الجيم لعبته من زمان، من شهر تقريبا، ولكن كان تحدي، الجيم كان تحدي وكان من أصعب التحديات يلي لعبتها على الإطلاق. خريطة النوماني ماب أصعب خرائط وأصعب لعبة بتكون بخريطة النوماني ماب. خلونا نشوف اللاعب باللون الأصفر النيو كانن مرة أخرى، النيو كانن مرة أخرى. طبعا أعتقد رجع الدراجن تانك ليصلحها، نعم ليصلحها. لاحظ بدك تحافظ على الدبابة، بدك تحافظ على الجندي، بدك تحافظ على كل شيء بهاللعبة. خلونا نشوف، خلونا نشوف، ما عندي خيار تاني. التقدم واضح، التقدم واضح للاعب الأصفر. خلونا نشوف اللعبة تعود إلى الهدوء، اللعبة تعود إلى التخطيط والتكتيك. هنا أظن برجع الوركر لحتى أبني بلاك ماركت، أظن يعني لازم أبني بلاك ماركت، وإلا خلص اللاعب طلع يعني عم بيبني هاكرز، فبالتالي أعتقد وضعه راح يكون أفضل مني بكتير. وضع اللاعب الأصفر راح يكون أفضل مني بكتير. والكواد الكواد 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 الكواد، لاحظ 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 الكواد. هون استغليت إنه الضربة، الضربة راح تكون على الـ 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 النفق اللي هون، ولكن أيضا استراتيجية خاطئة، أيضا الكواد كانت استراتيجية خاطئة جدا. خطأ كبير كتير مني إني طلعت الكواد، خطأ كتير كبير، ولكن يعني أمنت إنه في بلس وطلعت جار من كل. افضل جندي بهاي الخريطة هو الجارمن كل. خلونا نشوف، خلونا نشوف الجارمن كل. شال اول نفق اللاعب الاصفر، شال اول نفق والجارمن كل وقف النيو كانن، يعني اجا بالوقت المناسب. الديمو بايك مرة اخرى، الديمو بايك مرة اخرى، مرة اخرى جيد ما لحق، لانه في اي سي ام تانك، خيار الاي سي ام اسطوري من اللاعب الاصفر. الجارمن كل، الجارمن كيل، اعتقد الجارمن كيل رايح على الارض دغري، الجارمن كيل رايح على الارض دغري. هون بامكاني اسحب باور على فكره، ولكن ما في مصاري، ما في مصاري تسحب باور للاسف. انا لغي اسم اللاعب ولغي ال 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 لاحظ عم بيشيل الهاكرز، عم بيشيل الهاكرز، يعني هون راح تقلب الموازين حرفيا، راح تقلب الموازين حرفيا. لاحظ دراجن تانك شالت البنكر، شالت البنكر الدراجن تانك، الاضرار كبيره، الأضرار كبيرة. لاحظ الجارمن، الجارمن كل شال الهاكرز، خلاص خلاص الهاكرز راحوا، الهاكرز راحوا. اللاعب باللون الأصفر حالته صعبة جدا. شلت للأسف الشديد إني شلت الدوزر، كان لازم وقف الأوت بوست وشيل الجنود يلي بقلبه. للأسف الشديد، للأسف الشديد خيار الجارمن كل كان صحيح 100%، ولكن استغلال الجندي كان خاطئ تماما، استغلال الجندي كان خاطئ تماما. شلت الجنديين، الخطأ أيضا من الجنرال الأصفر أنه نزل الجنود. ليش نزلت الجنود؟ نزل الجنود، فبالتالي لاحظ لاحظ خلاص الأوتبوست ما بدأت تعمل شيء، والهاكرز راحوا، والجاتلينج وقفت. وحذاري الألغام، الألغام لاحظ 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 الألغام، لاحظ المرور عبر الألغام، المرور عبر الألغام. لاحظ دوزر بيضة،
دوزر بيضة، أعتقد هون صار عندي بلاك ماركت، صار عندي بلاك ماركت، فخلص التفوق، التفوق صار واضح، التفوق صار واضح. خلنا نشوف، لاحظ لاحظ هالحركة، لاحظ هالحركة، حطيت أخذت قتلت الطاقم تبع الدراجون تانك. جندي واحد قلب الموازين حرفيا، جندي واحد قلب الموازين، جندي واحد جار من كل قلب الموازين، صدق أو لا تصدق، واحد من أمتع الجيمات. هون كان لازم استفيد أكتر من الجار من كل، كان لازم استفيد منه بشكل أكبر، ما بعرف ليش صفيته على جنب. خلونا نشوف. على كل حال الأصفر يعاود بناء نفسه، ما بي عنده ولا هكر، طبعا عنده، ما زال عنده اثنين أويل، عنده اثنين أويل. هون في حركة خطيرة جدا عملوا، انه بنى جاتلينج، بنى جاتلينج، يعني الوضع صعب جدا، صار الوضع صار صعب جدا، يعني يعني اذا بنى جاتلينج منعني من اني يفوت باي شيء مخفي، وجيلي يعتمد على الاخفاء. خلونا نشوف ريبيل، ريبيل خلونا نشوف مين راح يسبق الريبيل. لاحظ 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 الريبيل، الريبيل كان لازم ينزل جندي. حلو حلو كتير، حلو كتير، حذاري الجار من كل قبل ما يموت، قبل ما يموت الجار من كل، وقفت الجاتلينج كانن، وقفت الجاتلينج تانك عفوا. تكتيك اسطوري صراحة، خطوة بخطوة. البلاك لوتس قدامي، البلاك لوتس قدامي، ليش ما عم بضربها؟ على الاغلب ما كانت مبينة، وللأسف الشديد راح الجار من كل، للأسف الشديد راح الجار من كل. البلاك لوتس، البلاك لوتس ما زالت موجودة، لازم ارجع طالع جار من كل، لازم ارجع طالع جار من كل. اللاعب باللون الاصفر ما رجع بنا هاكرز، وعم بيبني ال جاتلينج كانن، جاتلينج كانن صراحة بس مبنت خلاص. اللاعب الاصفر خلاص رجع، رجع زبط وضعه باللعبة. لاحظ لاحظ الكواد، لاحظ الكواد، الكواد الكواد على النيو كانن، بتنشال او ما بتنشال، بتنشال او ما بتنشال، نعم بتنشال قبل ما تضرب، وخلصت مرة اخرى من النيو كانن. لاحظ الجاتلينج على اخر شعره، والجار من كل يعود الى الساحة مرة اخرى، الجار من كل يعود الى اللعبة مرة اخرى، الجار من كل يعود الى ساحة القتال مرة اخرى، والراكت باجيز الخيار الافضل. كل شيء بيضرب من بعيد هو خيار اسطوري، كل شيء بيضرب من بعيد بفيدك بهاي اللعبة. طبعا بدك تاخذ السكراب بالارض مرة اخرى، بدك تاخذ السكراب بالارض مرة اخرى. صار رتبتين الجار من كل، الجار من كل صار رتبتين. الأصفر 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 رجع يبني هاكرز، عم يجمع هاكراته هون عشان إذا فتت على أرضه. الراكت باجيز، الراكت باجيز من أخوكم علاء رضا. لاحظ الإي سي إم موجودة، الإي سي إم موجودة، ولكن للأسف للأسف الجار من كل بعيد، الجار من كل بعيد، كان لازم أقربه لحتى يضرب الجندي. الراكت باجيز رجعوا، كان لازم الأداء يكون أفضل بصراحة، كان لازم التكتيك يكون أفضل، ولكن لا تستعجل، اللعبة مليئة بالاستراتيجيات الخبيثة جدا. اثنين بلاك ماركت واثنين حقول نفط، يعني وضعي بالسليم، وضعي بالسليم. المشكلة انه ما شايف انا البلاك لوتس، البلاك لوتس مخفية، لو مش مخفية كانت ضوت مثل الجار من كل، لو شايفها كنت شلتها بالجار من كل. برجع بالجار من كل على الارض، جيد جدا. طبعا جار من كل هون ما بين بالنسبة للأوبزيرفر. خلونا نشوف تصليح البنكر والانفاق مثل ما هي. كان في خسائر عندي، وكان في خسائر عند الجنرال الاصفر. جيد جدا، عم يبني سبلاي، اعتقد اعتقد بده يبني تاني وور فاكتوري، مطار، بده يبني مطار، بده يبني مطار. حلو حلو، تخطيط اسطوري، تخطيط اسطوري. الطيران ايضا مفيد جدا، الطيران ايضا مفيد جدا. الراكت باجيز، الراكت باجيز على، بدي شيل، بدي شيل ال 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 الجاتلينج كانون باي ثمن ممكن، بدي شيل الجاتلينج كانون باي ثمن ممكن، بالاضافه الى الاي سي ام. الاي سي ام يعني عم تعيقني بشكل رهيب جدا، الاي سي ام عم تعيقني بشكل رهيب جدا. وجار من مره اخرى، الجار من كل مره اخرى، اخطر جندي، اخطر جندي، الجار من كل، الجار من كل، ما في شيء اضرب فيه. لاحظ الطيران صار موجود، الطيران صار موجود، واظن اظن الجاتلينج، اظن الجاتلينج هو خطأ بينية وراء البنكر، خطأ كتير كبير بينية وراء البنكر. لاحظ راحت الجاتلينج، راحت الجاتلينج كانن، جيد جدا جيد جدا، الجاتلينج كانن راحت. خلونا نشوف، لازم لازم اهرب، لازم اهرب،
جيوش ما بتقدر توقف أمام جيوش الجنرال الأصفر واحد جيرمن كل. طبعا ما عم شيل الأوت بوست لأنه إذا بدي شيل الأوت بوست دا تيجي الجاتلينج وتشيل الجيرمن كل. لاحظ اتطوروا الراكت باجيز صاروا مطورين، فبالتالي الموضوع صار أسهل بالنسبة لي. خلينا نشوف جيرمن كل وين رايح. حذاري فوتته بقلب البنكر. لاحظ وشال أول جندي رائع جدا، تاني جندي، ثالث جندي. أسطورية الحركة صراحة، أسطورية وذكية جدا، ذكية جدا كانت الحركة إنه فوتته بقلب البنكر. أداء أسطوري. ولكن الهيليكس الجنرال الأصفر أسكى، رجعت على البيس، هربت بالراكت باكيز وهربت بالجيرمن كل. لا بعده موجود الجيرمن كل. حذاري انه يروح، لازم شيل. شلت الدراجن تانك، لانه الدراجن تانك بتحرق البنكر بشكل سريع جدا. لاحظ هاي فيها جاتلينج هون. خلونا نشوف والله توقعت انه يحط البلاك لوتس بقلب الجاتلينج بقلب الهيليكس عفوا، ولكن في كواد كنت متوقع هيك حركة. لاحظ الراكت باجز في الوقت المناسب. راحت الجاتلينج. الهيليكس بتلف وبتدور بحثة عن مخرج. إذا بتوصل بلاك لوتس لأرضي خلاص. إذا الهيليكس بوصل لأرضي خلاص. خلونا نشوف كواد. راحت الهيليكس واللاعب has been defeated 1-0 لأخوكم على أرضه. خلونا ننتقل للجيم الثاني ونشوف مين راح يربح ومين راح يخسر. السلام عليكم مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم بجيم جديد وجيم الإياب مع اللاعب باللون الأحمر يلي غير لونه، نفس اللاعب، الجيش الصيني ضد جيش الـ USA Air Force. خلونا نشوف كيف بيكون التكتيك بفصيل الاير فورس بهاللعبة. طالما الجيش الصيني راح نشوف نفس التكتيك اللي شفناه بالجيم المقبل من نفس اللاعب على فكرة ولكن بغير لون. خلونا نشوف باركس وباور. خلونا نشوف صراحة اللعب بالاير فورس اعتقد راح يكون اصعب. التعامل مع جيش الاير فورس راح يكون اصعب من الجي ال اي. خلونا نشوف على كل حال، ولكن في أفضلية للإير فورس إنه بيقدر لف بالطيران، بيقدر لف ودور بالطيران، هذا شيء أسطوري صراحة بهالخريطة. لاحظ شينوك واثنين رينجرز. خلونا نشوف على كل حال، اثنين رينجرز بنيت مع ملين جنود ليش؟ هلأ رح نشوف. صدقا أنا ناسي تماما كيف صارت مجريات اللعبة. ليزر لوك على الماينر، اعتقد شالت الجندي. طبعا بدك تلف الجندي، ما بدك تخسر جندي، للأسف خسر جنديين بماينر. طالما هو شاف الشنوك وطالما شاف اني عم طالع جنود، فاعتقد انه اتنبأ بالدروب، يعني صار لازم يعرف انه في دروب نزل على ارضه. خلينا نشوف كيف راح يتعامل مع الدروب. خلنا نشوف مضادة هون، طبعا أساسي إنك تبني مضادة هون، أساسي جدا إنك تبني مضادة هون. اثنين بنكر، واحد ليسيطر على النفط وواحد للدروب. خلونا نشوف، طبعا ما تبيع القاعدة لأنه يعني إذا عمل لك دوزر هاند خلص أنت برا اللعبة. خلونا نشوف الشنوك يا صديقي على أرض اللاعب الأحمر. طبعا هو كمان عنده دروب على فكرة، هو كمان عنده دروب. خلونا نشوف دروب مين راح ينجح. طبعا الدروب على، لاحظ هون على شعره يا جنوده بتقعد بقلب البنكر، خلونا نشوف. جنودي لحقت. خلونا نشوف الهيليكس تبعيته. الهيليكس في الوقت المناسب. يا إلهي دمرني تماما. ما عندي غير الجنود لدافع عن حالي فيهم. خلونا نشوف الهيليكس شو بده يصير فيها بالطرف الآخر. عم باخذ له الأويل للاعب الأحمر. الدروب كان أسطوري. ما بعرف ليش ما عم بيطالع هون ريد جارد. وين الريد جارد؟
طالع اثنين فقط لغير هدول الاثنين اكثر من كافيين على فكرة. انا لازم افعل خاصية الفلاش بانك راح تفيدني جدا. الهيليكس رجعت على ارضه ليدافع عن حاله فيها، ولكن عندي قوازف. خلينا نشوف القوازف اذا راح يشيلوا الهيليكس. خلونا نشوف الهيليكس على الشعرة. راحت الهيليكس وراحوا الجنود. اعتقد جي جي 2-0 2-0. اتمنى انه كان جيم ممتع، وبشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.